مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وأسبوع جديد من مساء الخير. منذ قليل اختتمت عشية صيامة 10 من الآباء الأجلاء والأحبار الأجلاء بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. بنبارك ليهم، بنبارك لكل الإبراشيات اللي هيكون لها راعي وأب حريص على كل مصالحها، على كل ما تحتاجه من خدمة ومتابعة ورعاية. كل التحية لكل الإبراشيات ولكل أحبارنا الأجلاء، ودائما مجمعنا المقدس في زيادة وازدهار بظل صلوات وبركة قداسة البابا. ده كان في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويعني قبل ما أدخل في موضوع الرسامات خلينا أقول لكم فكرة إن احنا في وقت من الأوقات كان ما عندناش بلد، لكن كان عندنا كنيسة. لكن الحمد لله وبفضل صلوات الكنيسة وفضل دعمها الدائم لدولتها وفضل أيضا رعاية الدولة للكنيسة، بقينا اليوم بنحتفل برسامات جديدة ومجمعنا بيكبر أيضا في ظل العاصمة الإدارية الجديدة وفي دولة وفي الجمهورية الجديدة. ربنا يحفظ بلدنا، وكل الصلوات اللي بتقدمها الكنيسة من أجل هذه البلد أكيد هي مش بتروح هباء، وهي أيضا عامل للاستقرار والنمو والنماء اللي احنا فيه. يعني النهارده اتبسطت جدا من كلمه قداسه البابا في العشيه، وكانت يمكن بتشرح لنا ازاي بيتم اختيار الاحبار الاجلاء الجدد وبناء على ايه. خليني انا سجلت كتير ورا قداسه البابا لان مهتمه ان احنا نعرف هم ازاي بيتم الاختيار. قال قداسه البابا ان من مارس 21 فقدنا 6 من الاحبار الاجلاء واباء كانوا في ابراشيات او في اديور، فبالتالي كان لازم يكون في اباء يقوموا بالرعايه مكانهم. ومن نوفمبر الماضي تم عمل استطلاع وبداية للبحث على من المجمع الرهبان واستقبال ترشيحات، وتم فعلا استقبال ترشيحات من الآباء، وجاء 80 اسم مرشح لأن هم يبقوا أساقفة. وكان الاختيار في العديد من القواعد اللي تم بناء عليها اختيار الأساقفة، منها وأولها اللي ذكروا قداسة البابا سنوات الرهبانة، التاريخ الرهباني، السيرة الرهبانية للراهب اللي هيتم اختياره، وأيضا الخدمة، خدمته قبل الرهبنة وأثناء دخول الدير أو هو راهب يعني، وبعد كمان عمله في الدير. كمان الاختيار كان بيتم على نوع دراسة الراهب المرشح أو اللي لسه متقدم أو يعني اسمه، سواء الدراسة الرهبانية أو الدراسة الميدانية. وبعد كده بيتم طلب تزكية من رئيس الدير الأسماء المرشحة أو اللي تم اختيارها، وأيضا تزكية أب الاعتراف وتزكية سكرتارية المجمع المقدس. وبعد كده بيتم إرسال الأسماء اللي تم اختيارها أو ترشيحها للآباء جميعا في المجمع المقدس. وخلال 3 أيام إن لم يأتي أي تعليق أو أي يعني اعتراض، بيعتبر هذا موافقة من الآباء في المجمع على المرشح للرسامة الجديدة. وده يعني كانت نبذة من قداسة البابا بيشرح لنا ازاي بيتم اختيار الآباء الجدد. وخلينا اقول لكم كمان يمكن من اتصالي ببعض الإبراشيات او عرفت ان بيتم كمان الأب بيكون موجود في الإبراشية مثلا قبلها بكام يوم او حاجة، بيتم مقابلة بعض الكهنة، بعض الأعضاء من الشعب، وللتواصل للتقارب لمعرفة طبيعة الشعب. اكيد حرص الكنيسة على ان يكون كل راعي قريب من رعيته وان يكون في افضل حالات الخدمة، ده اكيد الهدف اللي كلنا بنسعى بيه وبنتمناه. بنبارك لكل الإبراشيات على وجود آباء، خلافة آباء عظماء أيضا رحلوا. إحنا كنيستنا ما بتنساش أبدا الآباء اللي رحلوا وذكرهم قداسة البابا اليوم في الكلمة بالاسم. يمكن من أقوال قداسة البابا اللي يمكن النهاردة جاية في ذهني جدا هي أن الخدمة أفعال وليست أقوال، وده أعتقد هي رسالة أيضا للآباء الموجودين. دي كلمته كانت في عظة سابقة يعني من أكتر من عام، لكن طول ما أنا شايفة النهاردة وحرص قداسة البابا طول العشية وطول صلاة عشية الرسامة بينظم بنفسه ومهتم بكل التفاصيل. بيقول للشمامسه اتفضلوا ابداوا او ما تبداوش، وبيقول للاساقفه الاحبار الاجلاء المرسومين اليوم اتفضلوا انزلوا للشعب للدوره ان هم يتعرفوا عليهم او يتجاولوا وسطهم. يعني اهتمام شديد من قداسه البابا بهذه الرسامه انها تطلع وتكون بالشكل اللائق اللي اطلعت عليه النهارده. لكن كمان في اخر الصلاه قال ان هو بالفعل بقاله كام يوم عنده نزله برد واخد ادويه كتير علشان يقدر يتواجد في الرسامات، واكيد طبعا ربنا ما يحرمنا من قداستك والف سلامه، وطلب ان احنا نصلي له ان شاء الله يعني الف سلامه على قبره رغم من تعبه، لكن كان حريص ان كل شيء يطلع مظبوط جدا. خلينا مع حضراتكم اليوم، واقيمت اليوم عشيه صيامه 10 آباء أساقفة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. والآباء الأساقفة هم الراهب القمص أرشيليدس الأنطوني، أسقفا عاما لإبراشية تورونتو كندا باسم أنبا أرشيليدس. صيامة الراهب القمص توماس التوماسي، أسقفا عاما ومساعدة لنيافة أنبا ساويروس باسم أنبا توماس. صيامة الراهب القمص أبيفانيوس المحرقي، أسقفا عاما لإبراشية المحلة الكبرى باسم أنبا أغناطيوس. صيامة الراهب القمص بيسنتي أنبا بيشوي، أسقفا لكرسي إبراشية أبنوب وتوابعها باسم أنبا بيسنتي. صيامة الراهب القمص فلوباتير السينائي، أسقفا لكرسي إبراشية القناطر وتوابعها باسم أنبا نوفير. صيامة الراهب القمص يعقوب الأنطوني، أسقفا لكرسي إبراشية بني مزار وتوابعها باسم أنبا أنانيوس. صيامة الراهب القمص إيسيزورس أنبا بيشوي، أسقفا لكرسي إبراشية أسوان وتوابعها باسم أنبا بيشوي. صيامة الراهب القمص ديسقورس البراموسي، أسقفا ورئيسا لدير أنبا يحنس القصير بطريق العالمين باسم أنبا ديسقورس. صيامة الراهب القمص أرسانيوس الباخومي، أسقفا ورئيسا لدير أنبا باخوميوس أب الشركة بحاجر إدفو بأسوان باسم أنبا أرسانيوس. كما هنأ صاحب النيافة الأنبا الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الآباء الأجلاء الجدد كلا باسمه. وخلينا نطلع نشوف جزء من الرسامة اليوم ونرجع نكمل مع حضرتك. سأبدأ بإعطائكم نبذة قصيرة عن كل واحد من الآباء العشرة. الآباء العشرة بيبتدوا من هنا ونمشي كده لغاية نمرة 10. أبونا أرسانيوس الباخومي، أحد آباء دير الانبا باخوميوس العامر في حاجر ادفو في اسوان، وكان المتنيح الانبا هدرا مسؤولا عن الابرشيه التي امتدت في عهده وعن الدير الذي ايضا تجدد في عهده. وراينا انه من المناسب ان يكون الدير له رئاسه، وفعلا اجتمعت مع مجمع الرهبان من هذا الدير وكان لهم حرية الاختيار، فاختاروا أبونا أرسانيوس الباخومي. له 37 سنة في الرهبنة، وهو أساساً من إسنا في الصعيد، واختاروه الآباء ليكون مدبراً ورئيساً لدير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بأسوان. رقم 2 أبونا ديسقورس البراموسي، أبونا ديسقورس البراموسي من رهبان دير العدرا مريم براموس وبتزكية نيافة أنبا إيسيزورس. وأبونا ديسقورس له 29 سنة في الرهبنة، وهو من شبرا في القاهرة، وخدم 6 سنوات مشرفا روحيا على طلبة الإكليريكية. يعني ده يفسر لكم ليه الجماعة دول اللي بيسقفوا، مش كده؟ عشان كان مشرف عليهم يعني. نمرة 3 أبونا إيسيزورس الأنبا بيشوي، له في الرهبنة 30 سنة، وهو من أسيوط وسوف يخدم أسقفاً لبرشية أسوان، برشية أسوان المحبة للمسيح. واختار أن يكون الاسم اسمه الأنبا بيشوي. نمرة 4 أبونا يعقوب الأنطوني. له 34 سنة في الرهبنة. لما بقول سنوات الرهبنة دي سنوات النضوج الرهباني، ودي سنوات مهمة جدا للأب اللي هيخدم كأسقف يدير إبرشية. يجب أن يكون قد تعلم ونضج رهبانيا، وهذا النضوج يفيد خدمة الإبرشية. له 34 سنة في الرهبنة وهو أصلا من المحلة، وسيخدم أسقفا لإبرشية بني مزار. واختار اسم إنيانوس البطرك الأول بعد القديس ماري مرقس، إنيانوس. نمرة 5 أبونا فيلوباتير السينائي. كفاية. أبونا فيلوباتير السينائي وهو من دير القديس موسى النبي في راس ستر بسيناء، وبتزكية نيافة أنبا أبولو. ونسيت أقول إن أبونا يعقوب الأنطوني بتزكية أنبا يوسوس رئيس دير أنبا أنطونيوس. أبونا فيلوباتير السينائي من القاهرة، وله 15 سنة في الرهبنة، وسيخدم في إبرشية شبين القناطر. واختار أن يكون اسمه الأمبا نوفير. نمرة 6 أبونا بيسنتي الأنبا بيشوي. وهو بتزكية نيافة الأنبا اغناطيوس، كما زكى أيضا أبونا إسيزوروس الأنبا بشوي. أبونا بسنتي أصلا من الأقصر، وله 34 سنة في الرهبنة، وأبونا بسنتي خدم في كنيستنا القبطية في قطر في الدوحة مدة 22 سنة، وأثبت نجاحا وأخذ خبرة كبيرة في الخدمة هناك، وسيخدم في إبرشية أبنوب وكل توابعها، وسيحمل نفس الاسم. سيحمل نفس الاسم الأنبا بيسنتي. نمرة 7 أبونا إبيفانيوس المحرقي بتزكية نيافة الأنبا بيجول رئيس دير العدرا المحرق، هو أصلا من المنوفية وله 30 سنة في الرهبنة، وسيخدم في إبرشية المحلة الكبرى، واختار أن يكون اسمه أغناطيوس، الأنبا أغناطيوس. نمرة 8 أبونا توماس التوماسي من سوهاج، هو أصلا من سوهاج وله حوالي 25 سنة في الرهبنة، وسيحمل نفس الاسم، وسيخدم مساعدا لنيافة الأنبا ساويرس أسقف ديري الأنبا توماس بالخططبة وبسوهاج، ودير ماري بكتور بالخططبة. نمرة 9 أبونا أرشيليدس الأنطوني، له 22 سنة في الرهبنة، وهو من الإسكندرية، وسيخدم في مقر الرئاسة الكنسية في تورونتو في كندا. كما نعلم أن كندا فيها 2 من الأحبار الأجلاء، نيافة أنبا مينا في غرب كندا، ونيافة أنبا بولس في شرق كندا. أما المنطقة الوسطى تورونتو أو منطقة تورونتو الكبيرة، فسيخدم فيها أبونا أرشيليدس، وسيحتفظ بنفس الاسم أرشيليدس. نمرة 10 أبونا جابرييل، أبونا جابرييل هيخدم أيضا في مقر الرئاسة الكنسية في ولاية نيوجيرسي في أمريكا. وسيحتفظ بنفس الاسم، وهو من مصر الجديدة، ولكن معظم حياته قضاها في أمريكا، وتعلم هناك وتخرج من كلية الطب، ثم ترهب في دير القديس الأنبا بولا، وبقاله 11 سنة في الرهبنة، وبتزكية نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا. هؤلاء الآباء الأحباء وسيخدموا في إبرشيات في وجه بحري وفي وجه إبلي، ويخدم أيضا آباء في كندا وفي أمريكا. ومعنا المستشار ماتيو القائم بأعمال سفارة كندا بالقاهرة، نائب عن سفير كندا، ومعالي السيد لويس دوما سفير كندا في مصر يحضر معنا هذه الرسامة أيضا. هؤلاء الآباء لهم مسؤوليات واسعة سنتحدث عنها غدا إذا أراد ربنا وعشنا، مسؤولية كل واحد في المسؤولية الجديدة التي سيحملها. الحفاوة والاحتفاء اللي واضح من الضيوف اللي بيحضروا السيامة أو عشية الرسامة بكل حبر من الأحبار الجداد، واضح جدا أن الناس عارفاهم وفي تواصل بينهم، ومنهم ناس كانت بالفعل في الإبرشيات اللي هتتوجد فيها. فكرة أنك تكون راعي أو أب البيت واحد قد إيه بتبقى مسؤولية كبيرة، فما بالك أنك تكون أب وراعي لكل الناس دي، أكيد مسؤولية كبيرة. وواضح من تأثر بعض الآباء بالبكاء أو أن هم يعني فعلا حاسين بقد إيه قدر المسؤولية. هو تكليف وليس تشريف، ولكن نثق في رعايتكم ووجودكم الآن كل واحد في مكانه، أكيد هيكون خدمة وبركة كبيرة لإبرشيته والأهل الإبرشية. بنبارك لكل الإبرشيات، افرحوا بآبائكم الجداد، تواصلوا رفضوا تفاعلوا ساعدوهم عشان نوصل بكنيستنا لأفضل مكانة ممكن تكون فيها دلوقتي. كمان بما ان احنا بنتكلم على الكنيسة وعلى العظمة، ما نقدرش نستثني ابدا فكرة مسار العائلة المقدسة اللي اتكلم عنه العالم كله وشاغل العالم كله. يمكن من الحاجات المميزه لمصر ان انا عندي فكره الاثار متعدده، تاريخيه، فرعونيه، رومانيه، متعدده يعني، لكن يكون عندي للعائله المقدسه في كل محافظه او معظم المحافظات لهم اثر ولهم مكان موجود الان، وده اللي بتهتم بيه كل محافظه لتطويره ولتفعيله عشان نوصل لاحياء هذا المسار ويكون يعني مزار للكثير من الناس اللي عايزه تاخد بركه واللي حابه ممكن اللي عايز يعرف اكتر عن مصر. خلينا نقول لحضراتكم ضيفنا الان يعني قيمه وقامه كبيره جدا. اتشرفت بعمل حوار سابق مع سياده المحافظ، ويمكن سياده المحافظ حريص على حاجه دايما السيد الرئيس بيطلع يقولها، أن يتواصل المسؤولين مع الإعلام، أن تظهروا ما يتم بالفعل على أرض الواقع. سيادة محافظ الغربية من أهم الناس اللي أنا فعلا يعني بشكرهم على ده، حريص على التواصل وحريص على أن احنا نشوف بعينه أول بأول. سيادة المحافظ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برحب بحضرتك يا فندم. مساء النور يا فندم على حضرتك ومساء النور على الساده المشاهدين جميعا يا فندم. السعيده بوجود حضرتك معانا على شاشه ميسات، وخلينا اقول ان انا شرفت بعمل حوار مع حضرتك مطول، واستقبلتنا بحفاوه استقبال في مكتب حضرتك وخدنا من وقتك كتير، وحقيقي كان من اهم الحوارات اللي انا شرفت بيها. لا يا فندم، ده احنا اللي بنشرف وبنشرف اي وقت، وكنا سعداء وهنفضل سعداء اي وقت تشرفونا فيه. بشكر حضرتك سياده المحافظ. خليني ابدا مع حضرتك وبهنيكم، لان انتم تقريبا من اولى المحافظات اللي بالفعل تم انتهاء تقريبا معظم الاماكن موجوده عندكم من اماكن وجود العائله المقدسه. خليني اعرف من حضرتك وصلنا لفين، وايه حضرتك كمان كان ليك كلمه ان القياده السياسيه توالي هذا المشروع اهتماما كبيرا. مظبوط، هو زي ما حضرتك بتقولي، هو المسار العائله المقدسه زي ما حضرتك عارفه هم 25 نقطه، في نقطتين تم الاعتراف بيهم من اليونسكو داخل محافظه الشرقيه، منطقه تل باستا ومنطقه بلبيس، والحمد لله منطقه تل باستا زي ما حضرتك عارفه هي منطقه مليئه بالاثار الفرعونيه والقبطيه، وطبعا فيها البئر المقدس، وعشان كده هو كان دور المحافظه مع وزاره التنميه المحليه ووزاره الاثار كان دور هام جدا لتطوير المنطقة وتجديدها، وتم عمل متحف يليق بهذه المنطقة الهامة، والحمد لله كان لائق جدا في الاحتفالات. كمان محافظة الشرقية جهزت البنية التحتية اللي هي بتخدم المسار كله، ما بين طرق وما بين تجميل وما بين وجود أماكن لاستقبال الزائرين أو الوافدين، استراحات جيدة، مناطق يقدروا يقعدوا يزوروا فيها. فالحمد لله المكان الحمد لله حصل فيه تطوير جيد جدا، وكنا لسه عاملين احتفالية يوم 1/6 فيها. يعني حضرتك كنت حريص لحضور هذه الاحتفالية، وأكيد وجود رأس المحافظة في هذه الاحتفالية ينم على اهتمام حضرتك برحلة عيد مصر. اليوم نفسه بتاع الاحتفالية سيادة المحافظ كنت حريص إنه يطلع إزاي، وإنه إيه الرسالة اللي حضرتك كنت حابب توصلها من وجودك وإلقائك كلمة أيضا؟ هو طبعا الاحتفالية احتفالية تهم شعب مصر كله، مش بتهم حد معين. يعني هو طبعا بالنسبة لمسار العائلة المقدسة وأهميتها بإخواتنا الأقباط، إنما الشعب المصري كله بيحتفل بيها، وإحنا كنا مبسوطين وسعداء جدا. مش عايز أقول لحضرتك إن إحنا كنا حاسين إن هو عيد جميل لينا كلنا واحتفالية جميلة كنا سعداء فيها جدا جدا. ويعني حضرتك عارفة إن بقت الاحتفالية دي كل عام بقى إن شاء الله يوم 1/6 كلنا نحتفل بيها مع بعض. في خطط للمحافظة الفترة القادمة حضرتك؟ حابين نعرف أكتر عن خطط حضرتك للمحافظة الفترة الجاية. لا، هي المحافظة أنت عارفة حضرتك أنتوا تاني محافظة على مستوى الجمهورية الكثافة السكانية، فده الله يكون في عون حضرتك طبعا. هو طبعا محافظة، بس حضرتك مخلي ده كأنه أنت بتستخدمه كثروة وبالفعل بتجيد التعامل معها. هو طبعا محافظة الشرقية زي ما حضرتك عارفة ثالث أكبر محافظة من ناحية التعداد السكاني، إنما هي بتتميز بحاجة إن هي محافظة زراعية من الدرجة الأولى، بجانب أن فيها مدينتين صناعتين كبار ومنطقتين صناعتين كبار، مدينة العاشر من رمضان ومدينة الصالحية، بجانب منطقتين صناعتين، منطقة بلبيس ومنطقة الزوامل. فبالتالي هي فيها عدد كبير جدا من المصانع، وده بيؤكد ان اهلنا في الشرقية هنا فيهم الايدي الماهرة اللي هي تستطيع العمل في الصناعة بجانب الزراعة، لان حضرتك عارفة محافظة الشرقية حوالي 87% من ارضها اراضي زراعية، وهي اكبر منتج للقمح ومتصدرة المحافظات كلها في توريد القمح. الحمد لله عظيم. السنة دي زرعنا حوالي 400,000 فدان، والحمد لله التوريد كان جيد، وتقريبا حققنا لغايه دلوقتي 95% من المستهدف السنه دي في خطتنا. وده برضو بيؤكد ان هي محافظه غنيه مش بس بالزراعه انما كمان بالصناعه. سيادة المحافظ، حضرتك كنت حريص اليوم على تقديم أو كان في فقدتوا 5 من أبناء الشرقية، وحضرتك كنت حريص على التواصل بنفسك وتقديم العزاء. يعني فكرة التواجد وسط المواطنين ده فعلا الكلام ده كان امبارح، ورحنا حضرنا العزاء أبنائنا اللي توفوا في الحادث الأليم بالسعودية في دولة عربية. الجثامين الجثامين وصلت وتم دفنهم امبارح الفجر خالص، وحضرنا العزاء كل المحافظة يا فندم. فيعني طبعا خالص عزائنا للاهل وربنا يصبرهم، لان فيهم 3 اخوات توفوا كمان من 5. كان خاطب وجاي يتزوج، ومنهم من لم يرى ابنه اللي في الطريق. نعم يا فندم، معلش. منهم حد كان خاطب نازل يتزوج، ومنهم حد كان لم يرى ابنه. بالظبط يا فندم، مظبوط جدا يا فندم. كان حادث أليم، ورحنا قدمنا العزاء لأهلهم، وربنا يصبرهم إن شاء الله يا فندم. شكري العميق لحضرتك سيادة المحافظ. فكرة الحادث الأخير طبعا أنا كان هاممني نعزي حضرتك وكل أهل الشرقية، لكن هاممني كمان التواجد الفعلي وسط المواطنين بشخصك، دي رسالة هامة جدا ودور أنا بشكر حضرتك عليه سيادة المحافظ. ربنا يخلي حضرتك، وأنا اللي بشكر حضرتك جدا، وبشكر الزملاء كلهم مع حضرتك، وأنا ببقى سعيد بالتواصل مع حضراتكم دايما. إحنا كمان فعلا، وبشكر حضرتك جدا سيادة المحافظ، شرفتنا ونورتنا. الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بشكرك على هذه المداخلة الهامة. كمان من الأحداث الجيدة اللي الكنيسة بتحتفل بيها اليوم، وهو حصول صاحب النيافة الأنبا رافائيل على درجة الدكتوراه. كلنا يعني أكيد سعداء بهذه المناسبة. وخلينا نقول لحضراتكم، حصل صاحب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة على درجة الماجستير في العلوم اللاهوتية من جامعة هولي سوفيا القبطية الأرثوذكسية بنيويورك. وجاء موضوع رسالة الماجستير تدبير الخلاص كتابيا وآبائيا وليتورجيا وقانونيا. تكونت لجنة النقاش برئاسة أستاذ دكتور القمص ابراهام عزمي، وعضوية أستاذ دكتور بنيامين المحرقي، وأستاذ دكتور فايز سدراك، وأستاذ دكتور جيرجس بوشرا. عقب انتهاء المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بترجمة الرسالة وطبعها ونشرها. كما تقدم صاحب النيافة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وأسرة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات بتقديم خالص التهاني لنيافة أنبا رافائيل لحصوله على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. خلينا نطلع نشوف جزء من تكريم سيدنا واحتفائهم بدرجة الماجستير، وهنرجع نتواصل ونبارك لسيدنا شخصيا. كل التهنئة لصاحب النيافة، وخلينا نهني سيدنا شخصيا الآن عبر الهاتف. هيكون معانا صاحب النيافة الحبر الجليلي أنبا رافائيل، أسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة. سلام يا سيدنا. أهلا بحضرتك. ألف مبروك وسعداء جدا لنيافتك. شكرا، ربنا يخليك. خليني أقول لنيافتك كمان علمتنا زي ما دايما بتعلمنا إن إحنا ما نتوقفش ونقول إحنا كبار وشاطرين، يعني ما فيش حد هيوصل للقدر اللي في نيافتك، فحقيقي خلتني كمان عيني إن إحنا ندرس أكتر ونتعلم أكتر يا سيدنا، دايما بتعلمنا. سيدنا عايز أعرف من نيافتك يعني محتوى الرسالة وكيف استعديت نيافتك لها. هي رسالة عنوانها تدبير الخلاص آبائيا وكتابيا وليتورجيا وقانونيا. قانونيا معناها القوانين الكنسية اللي اتكلمت في هذا العام، وليتورجيا معناها الصلوات اللي احنا بنصلي بيها، وكتابيا يعني الكتاب المقدس قال ايه، وآبائيا يعني شروحات الآباء. فكان الموضوع في 3 نقط كبار، ان ربنا خلق الانسان على صورته. النقطه الثانيه لما الانسان اخطا صوره اهتزت وتشوهت. النقطه الثالثه ربنا لما جه يرجع الصوره ازاي بتفاصيل كثيره. بقى كل تفصيله من دول فيها ال4 بنود بتوع الكتاب المقدس والاداء والليتورجيه والقوانين الكنسيه. من قد ايه ونيافتك بتستعد للماجستير يا سيدي؟ هو أنا الموضوع شاغلني بقاله حوالي 10 سنين، 2012، وفي قلت محاضرات كتير في هذا الأمر يعني، جمعتهم وأقوال آباء كتيرة يعني وقعت قدامي. ناس كان كل ما يعني بدي محاضرة ألاقي حد من الشباب ده عايز يقول من أقوال الآباء قبله في سكته، فبقى في عندي تجميعة كبيرة من أقوال الآباء. بالإضافة طبعا بنصلي الليتورجية من طفولتنا في حضرة في البيت، واكتملت الدراسة بالطريقة دي يعني. بقالي 2 سنين بجهز فيها ككتابة يعني. السنة الأخيرة دي كانت يعني فيها تركيز أكتر في الصياغة العلمية، لأن طبعا عشان تبقى رسالة علمية بيبقى ليها طريقة معينة في الكتابة والصياغة والعرض، غير لما يكون في كتاب الواحد بيطلعه. سيدنا يعني سؤال هام يعني في ذهني الآن، لماذا كانت المناقشة في أمريكا؟ يعني هو في الحقيقة يمكن اللي شجعني على إني أقدمها رسالة، ما كانش في بالي يعني أبونا ابراهام عزمي اللي هو عميد جامعة هولي سوفيا، ودي جامعة قبطية أرثوذكسية برئاسة قداسة البابا، وينوب عنه نيافة الأنبا ديفيد أسقف نيويورك. وأبونا ابراهام عزمي الدكتوراه بتاعته واخدها من امريكا في جامعه امريكيه. الموضوع بتاعها هو تاسيس معاهد دينيه، يعني هو واخد الدكتوراه ازاي ياسس كيان علمي ديني، وهو بدا فعلا ياسس فيه وبقى مكتمل الاركان. وفي طريقه للاعتماد الرسمي من امريكا خلال فتره قليله حسب تساهيل ربنا يعني. ايه اكتر رساله حابب توصل لابنائك من خلال رساله الماجستير بتاع نيافتك يا سيد؟ يعني ايه اكتر حاجه ونيافتك بتجهز في الرساله حابب ان كل من يعرف أنبا رافائيل يكون يعرفها؟ هو انا نفسي اي معلومه احنا خدناها واحنا اطفال في الكنيسه نبقى مطمنين ان هي صحيحه، لكن الطمانينه دي ما تخليناش نبحث يعني، ما تخليناش نبقى ما نبحث. من حق كل واحد ان هو يدور بيشوف اللي احنا اتعلمناه صح ولا غلط. ففي الحقيقه البحث بيبين دايما ان اللي استلمناه في كنيستنا من خلال الصلوات والتعليم كان شيء راقي ونقي وجيد، والنصوص الابائيه مع كل ما في بنود البحث بتثبت فعلا ان احنا ايماننا مظبوط. فنمرة 1 بطمن شبابنا وشعبنا اللي هو بيحب الدراسه والقرايه إن إيماننا مستقر وثابت ومظبوط. نمرة 2 ابحثوا، قول للشباب ابحثوا، واللي يبحث دايما ما يبقاش عنده فراغ ذهني يعني. لا، عايز أقول ما يبقاش بيبحث وهو دماغه مسيطر عليها فكرة معينة. خليه يبقى حر وهو بيبحث، هيلاقي الحق مظبوط وباين يعني واضح. لأن أحيانا بيبقى الواحد تأثر بأفكار ناس مش أقباط أرثوذكس فيفكر إن هم الكلام اللي بيقولوه صح على طول الخط. طبعا أي حد يتكلم كلام ممكن يكون فيه حاجة صح وحاجة غلط، لكن لازم يبقى عندنا عقل نميز دي. حاجة تانية إن في فرق بين المنهج العلمي في البحث وفي مواضيع علمية بحتة، وفي مواضيع تانية المنهج العلمي بتاعها يختلف. يعني إيه؟ مثلا اللي بيدرس دكتوراه في اللغة عربي ولا قبطي ولا يوناني ولا إنجليزي غير اللي بيدرس كيمياء أو طب أو أناتومي مثلا. اللي بيعمل دراسة علمية في فروع العلم مفروض إن هو بيقدم حاجة جديدة، لكن اللي بيدرس لغة مش بيقدم جديد، لكن هو بيبقى بيبين إنه عارف أصول اللغة وفقه اللغة. فالدين كذلك، أي رسالة دينية الناس متوقعة طب إيه الجديد اللي أنت جبته؟ لا، ما إحنا الدين لا يتغير، كتاب مقدس لا يتغير، الأفكار الإيمانية لا تتغير، لكن بيبقى البحث العلمي في مواضيع كنسية خصوصا في موضوع اللي هو الكتاب المقدس هو التنقيب في كنوز الآباء عشان نعرف هم قالوا إيه. طبعا ممكن واحد يدرس تاريخ كنسي يجيب لنا حاجات مثلا مش عارفينها من المخطوطات، ممكن واحد يدرس تاريخ ليتورجية ويجيب لنا حاجات مش عارفينها، لكن اللاهوت والكتاب المقدس دي ثوابت. إننا بس عايزين نطمن إن اللي إحنا عارفينه يتوافق مع كتابات الآباء الأولين اللي هم سلمونا الإيمان. سيدنا واضح من صوت نيافتك إنك مرة كنت تحضر اليوم العشية لرسيامات ما أنا نزلت من الطيارة النهاردة من أمريكا على العشية ولسه. واضح من صوت نيافتك مرهق، لكن مشاعر نيافتك إيه في السيامات الجديدة وجود أحبار جداء وانضمامهم؟ دي حاجة جميلة حقيقة، ربنا يباركهم ويوفقهم. مجهود ضخم على قداسة البابا إنه يقعد يجهز 10 من الآباء عشان يرسمهم يسد بيهم فراغات في الأرشيات والأبيورة وأماكن خدمة. طبعا عشان يختار واحد يكون أسقف دي مسؤولية خطيرة جدا، لأنه الأسقف بيحدد تاريخ الأبرشية لمدة 40 سنة جاية لقدام. فربنا يعني يبارك الاختيارات دي، طبعا كلهم آباء مباركين فرحنا كلنا بيهم الولادي، ونكمل بكرة بنعمة ربنا إن شاء الله. أطلب من كل الشعب إنهم يصلوا من أجل البابا يديله نعمة وقوة، ويصلي من أجل الآباء المرشحين دول عشان ينالوا النعمة بتاعت الأسقفية باستحقاق. أنا اللي بشكر نيافتك جدا يا سيدنا على دخولك برغم من الإرهاق الواضح، وكل المباركة لنيافتك، ودايما هنبدأ نتعلم نيافتك صاحب النيافة الأنبا رافائيل. شكرا نيافتك جدا صاحب النيافه الانبا رافائيل الاسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهره. بشكر نيافتك على هذه المداخله الغنيه. عندي فقره هامه جدا من كتير ما اتكلمناش على الشأن الخارجي، يمكن معايا يوم السبت يمكن مش عارفه مع الزملاء، اكيد ده بيحصل. فكره ال 100 يوم على الحرب الروسيه الاوكرانيه، ماذا تم والى اين؟ وهل في واضح انفراجه اما فيش؟ النهارده كان في امبارح والنهارده كان في بعض التصريحات لجو بايدن وايضا بوتين. فخلينا عندي كتير من الاسئله عن ما حدث في تصريحات رئيس سد النهضه تجاه مصر والسودان، عندي عن الارهاب الدولي فين والخريطه بتاعته شكلها ايه. الحقيقه عندي اسئله كتيره جدا، لكن هيكون من خلال ضيف مميز جدا وهو سياده اللواء محمد عبد الواحد متخصص الامن القومي والعلاقات الدوليه. هيكون حوار ان شاء الله يعجب حضراتكم، خليكم معانا وعندي حوار هام جدا بعد الفاصل.